الو، الو يوسف، مرحبا يا السلام غرباء، عليكم. يا اخي كيفك ان شاء الله؟ مرحبا، ماشي كيف يا اخي. خلاص انت جبت لنا فريمة مهمة، حتى بالنسبة للنقطة اللي ذكرتها على انك جبتوها يجيب جديد، على انك تعرفي لايك بيتعدل، وعلى انك قاعد تزوري راسك من هذا. جبت عاشر ذكرى، إذا عاد يعرف على أنه مصيره مرتبط باللي من خلاله، يعني دائما يعود مثل قلبه، يعود دائما ماشي على الجدال، لا اللي جا مشي يزرقوا عنه لورا ويأظم. بالنسبة للرسالة للقزواني، نختار أه أكثر شيء ممكن يكون. بو انت هو اول حد نقبض ونختار، ما نتخطاو 5 مينيت بلي هون ياسر من خرج يتبن. D'accord. دونك ميرسي بوكو. D'accord. D'accord. إذا رسالة للقزواني، أنا ماني شاك على خالد مواطن موريتاني عنده رسالة ليوجهها للقزواني أكثر من الواقع المعيوش. أنا تكلمت عليه، تكلمت عن برلمان وأصناف البرلمانيين الموجودين في البرلمان اللي يمثلوا الشعب وأفكارهم اللي عندهم والنموذج اللي مقدمين شنو، ما عنده علاقة بالواقع المعيش، وعلى نفاق الشعب الموريتاني. هون اللي نختلف معك شوي. بالنسبة لمحمد عبد العزيز المتهم في الفساد، هو اللي فات زدت عليه العدالة الموريتانية 50 مليار، وفاتوا قعدوا رجالة من الموريتاني دي زون دافير واعترفوا قدام مفوضية الأمن وقدام القضاء. فعلا محمد عبد العزيز ودع لهم بمليار، وأعلن هؤلاء المليار فضل الدولة تحديهم. يا دار ما دخلك شر وما خرجك، ما بين شي مع القضية، وظل معاه في كادر راه من طلسة محمد سالم والإبراهيم اللي كان المشرع الاول للسرقات اللي كان يعدل محمد عبد العزيز، اللي سونيليك، شركه سونيليك والكهرباء، وهذه هي اللي عندها اموال موريتاني وعندها دخل المواطن الموريتاني. ذولي خابوا نحن شفناهم كاملين. رويدي جات شوي تابعين لواحد قال له البويبه، والبويبا الان كوميديان في حامر ديران، قابض الاستيد ديران يدور يستفاد منه. وفم شي من عليات في كوزان خالته مات خالاته، وفم شي من حرطانيات خرات لا من مولي لميم انتوراج، لا فم لبيت الموريتانيا، فم دو تروا بيرسون كات بيرسون اصلا كانوا محسوبين على ايرايا غير لا فيريتي، مو من ايرا لا فيريتي، هما كانوا في من الناس اللي دايرهم ولعبد العزيز مع ديرام، ذاك الاكس ميليتير اللي كان بودي جار ديرام وعقب عاد بودي جار عزيز. والشعب الموريتاني ما هو مع عزيز ولا يتكلم عن عزيز، سيدي عزيز ما يمثل الامانه ولا يمثل المصداقيه، اللي كان يمثل الامانه ويمثل المصداقيه. وهون ماني مدافع عن محمد بوعماته كشخص، محمد بوعماته يا قاير مدافع عن شيء قالوا له برنسيب في المعامله. فور اكزامبل لين عدل ولد عبد العزيز في الكودتا، لكان نحن كاملين نعرف على انه كان ما هو محمد بوعماته وموريس بنزا ولد عبد العزيز ما يرسي في الكودتا تعود مصاره كامله قامت عليه يا قاير، والبوعماته ديفاندا عنه بعلاقاته اللي عنده ان تان كوم دافير وعلاقاته في الداخل، اللي كان راجل يشغل في 25000 بيرسون وعنده علاقات وطيده في موريتانيا وعلاقات قويه في الخارج، وحاز عليه لمسيو دي كاين فوا لين عدد سون كوداتا وعاد مسيو، حاز عليه وحكم عليه بالمؤبد وصاعه من موريتانيا بندان 10 ans، مضى 10 ans
كل بلاصه قعد فيها يطلع هذه المخابرات ويخلع ويتلي يخلص بسطه، وعاد الناس كامله مستباحته الناس كامله، يخلص بسطه للحقوقيين وللتجار والجنس الفاكوه. لارك قضيه عزيز بلي قضيه عزيز ما مع الشعب الموريتاني، معاه دي كوزان بور لوي بروش، ولهم مهمين ناس اميين ومتخلفين وجهل، اذا كانوا ناس واعيين ما يمشوا معاه. بالنسبه للرساله للبريزيدان اكتيل محمد القزواني، نختار نقول محمد القزواني عن صحيح اختياره لمحمد البلال، المهندس محمد البلال معقول شوي، ايده ما يخفيفه حتى كيف الناس تقرأ، وتوزيعه للحقائب معقول، خصوصا اختيار الوزير المالية كان موفق. يا قير وزير المالية ما هو وزارة المالية، وزير الاقتصاد ما هو وزارة الاقتصاد، وزير الزراعة ما هو وزارة الزراعة، وزير الصيد ما هو وزارة الصيد. نحن عندنا مشكلة بالإدارة، بالهيكلة، بالإدارة، بالمؤسسة اللي تبلانيفي وتسير الأطر. عندنا مشكلة في النقر. انت ليه تقبلني انا؟ انت يوفي تعيط لي وتعيني وزيرك، وانت رئيس في دولتك انت، وتعيني وزير في دولتك انت، وزير وزارة الاقتصاد. فيها 1 مليون فولير، ولاقت حد حاكمهم، ولاقت حد مرقهم، ولاقت حد اسحب منهم الاموال يسرقوا، ما زيد شيء. ديالي انا ماني لين عدل شيء، انا ايد واحده وقاعد نقر بيرو، والتقارير يجيبهم لي للسكرتير جنرال ومدير القطاع ولكونتابل، وهذا ان لوبي ان مافيا دي فولير. ونختار نقول لك على الوزارات موريتانيا خارجا عن تقيير منصب الوزير، الناس الاخرى كلها له 25 ans اللي له 40 ans اللي له 30 ans ما قد حرك عن بلاصته وعنده اوكي. ميرسي بوكو، ميرسي بوكو مرة. العلبي راني ديكروشيتك. السلام عليكم. الو الو، هذا ابارامون ما قال ما هو مشكل. نرجعوا لك مره اخرى، حاول مره اخرى. يغوب البابا. بسم الله جماعة، ندوركم تبارتاجوا لا فيديو، بارتاجوا ماكسيموم دو بارتاج، كان يعطي مولانا عن اللي قلنا اليوم يسمعوا ولي الغزواني. اوكي، ولن بابا ذا ماش دمو ديما قاسك لين حاولوا رجع جوخر. اوكي حسن فديقة، بسم الله. اوكي حسن فديقة ما قاسو خط لين قبو عبدو. اوكي السلام عليكم. السلام يبي، مرحبا ياك لباس. ما شاء الله شماسي يا اخي، ما شاء الله ياك لباس. ما شاء الله مرحبا شماسي، تاك لباس ليك. ما شاء الله الحمد لله. تقول كما قال لك ذل كان سابق درك، لان مشكله موريتان ما هي في الوزير ولا الوزير الاول ولا وزير الاقتصاد ولا وزير الماليه، مشكله في الاداره براسها. الاداره براسها هي اللي فاسده، هي كما قال لك لان فم واحدين قال تحت الوزير يقال لهم واحد يؤذوا 30 سنه قال. الوزير لا حد له اسم يجيو تو يا غير هو ما يجي يحركهم بالهم، كافي قال لهم الواحد من شخصيتهم تم شخصيه الوزير. انا يعني كنت نقرا هذه، شفت واحده منقزه من
وزارة الاقتصاد والله شيف الماضي بهم نسيتها، هي منقزينها طافلات يشتغلوا معها، لأن ثلاث سألهم عن رواية قالوا لها لا توارطينا، تمت إنشاءها رسالة منقزينا واحدين تحتها، هاي موريتان، ها فهم موريتان موريتان هاي رواية هي رادتها، هي رادتها أنا ناسي اسمها حالين يوبي أنا ناسي اسمها، هي رادتها، هي كانت معنا مقابل لا ما ينسكت عن نوبي يوبي يشوف أنا فيديو دار نمخولك خالق منصة قال منصة فماتية الأخبارية، هي معدنا معها مقابلة، هي رادتها ناسي اسمها شين قالها منصة كانت على الإنترنت الأخبارية شو من تركها، هي فيديو دار نطرح لك على الفيسبوك، دار نطرح لك على ميسانجر، اسمع هي رادة قصتها شنو رسالة ما أنا رسالتي أنا رسالتي أنا رسالتي أنا لأن هي والله إيش أنا هذا قال حالا ذي الوقت أنا راعي السنغال حامد مولانا نقرأ هون وشفت موريتان متخلفة شيء تخلف قريب وعجيب، وإذا يعرف رجعت لاني وخلها قريب وعجيب، أنا راعي السنغال حامد مولانا السنغال كل حاجة عرفناها أكثر شعبية أكثر من شعب موريتان، ما له حق عايشين حياتنا كنا داير كمام نصلي في المسجد نقصوا الأسواق نطلعوا ونقضوا، موريتان لا يطير عليها ذنبان يقولوا لك نقفلوا المساجد، أول شيء رصفوا لي المساجد نقفلوا المساجد نقفلوا الأسواق نعقموا المساجد، ذيك نعقموا المساجد يسمعوها واحدين وش يقولون هلا رواية متخطية، ذيك مليار ماشي وعد المساجد يأكلوا رقاج واحد، وذي مات هذا الناس وقعت وذي عات رواية العالم مات بالجوقة والردح، تشد عليها تقول لنا واحد ينعقم المساجد معناها علينا خالق هي مليار والله مليارين نين طاول واحد وتو يلقهم نين عقموا الاسواق، اذا نفس الشيء مولي واحد جاي مولي يقبل واخر يلقها مرتان عاد متخلفه وذوك الكاردين ايش يملك هوله، واذا تجوك عندنا الا ماشي يقوقوتو شفت كلامهم وانا شفت كلامهم الا ماشي هم تو يردهم يعرفوا قاعد يردوا شنو وتو هاي رسالتيان لان احنا ماله والله ما نعرف لك قاعد الحل انه يخاف من شنو به اللي فهم ما فيها رقاجي قد يصلح موريتان ذي جميع على الرعيانة فيها هاي جميع على الكاردة موريتان ما فيها واحد قد يصلح موريتان به اللي ما في واحد بضامير وقع من عند الرئيس جاي قالتح ما في واحد انا نين قد رقاج بضاميره نين عيطلو نين عيطلو الحكومة تقول له ها جاي تشتغل معنا مجير يقول لها مال الله قد خايف لراسه الرقاش فر قبل انه يشتغل في الحكومه ولا الحكومه السابقه عيطت له على وزاره والله على مدير في بليده عيطت له وقبلها راه انه دار راسه في بليده لا يلود منين اللي دخل راسه يوم القيام هاي مو مرحبا بكم ميرسي بوكو نعم العلبي بسم الله العلبي ده ما apparemment ton réseau ما هو حتى تين والله البيد الفي ما في حتى ريزون بس كذا خاط راهو فتح يقار راهو في شمالي أوكي لا هي يسوى الحاج بسم الله الحاج ما قاسك اوكي حسب مختار فا بسم الله اليوم بقى ما يقول حد عني ما قبلت حد كان مش تطلع هون قبل يا قلتوا وين ما ديسكم لابد الو السلام عليكم وعليكم السلام انكور اون فوا جماعه دوركم تبارطاجوا لا فيديو يكان كلامنا وكلامكم يوصل سو بون بسم الله يا غرباس يا اخي شماسي الحمد لله شماسي انت ياك معافي ياك ماك حاسب شيء
الحمد لله الحمد لله. الله لا خير تبع وخير بيك انت وخير بيك مرحبا. شو ما سي نمور ياك اللي طيبة شو ما استمع العمل هذا حد يعرفك شخصي ما ياك لا ياك لا من اللي يزيدك. الله يجازيك بالخير الله يجازيك بالخير خير فلوبي الله يجازيك بالخير الحمد لله على السلامة والصحة. اللي تقول ان احنا دولتنا تعبان دولتنا لا دولتنا تعرف لا كيفك لا تالبينا رسالة ما فهم رسالة قبال اساسية وقبال لان الدولة حاكمينها شي من الكهولة واهلي منان على انهم دام دقدقين روسهم فيها سباركين يلعبوا فيها ما فهم الشباب ووالدوكم ها فاهمين وهامهم على انهم يقير شباب الشباب اللبن لكن يدود المصلحة لبنته انين يجبر لبنته ما دام ديفلوبي ما عنده مشكلة وانين يطفي يقوم يعيق معناه ما فهم شيء. نحن دولتنا مستتعبة فهم ولا يتم لا بالطريقة فهمت بينا قنين تشوف الرواية ذيك يا لا تعدل تخسر على سبيل المثال إذا ترى صار حالا يعدل في عرفات ما بين عرف ما بين كارفور ناس وما بين مدريد ها ورق نينشو ذا تروتوار نهار ما والصبح لا يدقدق يندارو تحت وش من السلوك وش ما راح دو وشن ما هو معدل على معايير كاستراتيجية باقية نحن كمجتمع والله باقية للدولة الموريتانية ما دامت قائمة واضح لك يوكي معناه دولتنا لا الدولة اللي تعرف ما طاري فينا الشيء ولا واهلي مولانا على المولي فما لا يطارين الشيء مدة تتكاتل ما بينها نحن نتبارك نقول كلمة الحق وكلمة الحق لله لا لغيره فهمت ومن دون قبلية ومن دون معرفة ومن دون كذا وكذا وكذا عرفوا علي العزيز قدم موريتان شيئا ما فهمت ذا الحق لأن احنا عاد عندنا مطار عاد عندنا طب على مستوى معين نحن ما لنا في أي مستوى تقير عاد وعندنا طب نيكولوجيا سنورمال يعود في الدولة الموريتانية يا أخي يلا يعود عندنا ذاك الطب وطب القلب سنورمال يعود ذاك نبتو فهمت مطار أم التونسي هذا إنجاز في نفس الوقت تقلب ذا كامل وعاد تلعبه وكذا وكذا هذا ما يقوم به الدول ما يقوم بذاك السرق وذاك كذا السرق بسم الله وخلنا سرقته أحبسه وفات المرد ما سرق مدة تتقدم ما هو في ذا النوع من الأمور واضح لك شيء من اللعب هون وأحلى فيه موريتاني وأحلى مودي فيه أساسا لا لك هو فهمت هو ده كامل أساس مشكلة كامل لا دول كل اللي لهم 60 سنة هم ما بيتصلوا معنا ما هم خليج الدولة ديفلوبي ما هم خليج الشباب يستيقوا روسهم وإذا ما يعرف عنهم هما عندك وإذا ما يعرفوا هما علنوا راجع عليهم وراجع على أولادهم أنتم منين تنعتوا للشباب الصغار والشباب اللي أصغر من ذاك والتريك الصغيرين تنعتوا لهم علنا إحنا ما بدأنا نبتوا يا نفاق عيش بنفاق وبكرامة النفاق يا تسكت يا تندار في الحبس شيء من الأمور اللي بلا معنى واحد يتم يتكلم لك الناطق الرسمي باسم الحكومة يتكلم شيء من الكلام من كل أسبوع يا أخي إذا بسيط رئيس الدولة افتح فيسبوك بتوتو افتح فيسبوك بتوتو تعرف حقيقة الموريتانية قالك لهم ما بعد لا فتحوا دير دي علامات توتو دار النعيم والله توتو تسلم والله دير اسم مستعار تعرف منبع المواطن الموريتاني تعرف ذا العيشة في موريتانيا يا أخي يوبي قسما بالله عظم تدخل مناطق من الدولة الموريتانية وفي العاصمة ليوجع قلبه يا أخي ما تشك علينا قاع نقدر نعود مسلمين ما يتصح علينا كنت ما تأخذ ما يطار ما راعي لا إله إلا الله محمد رسول الله مليار ألف مسجد في نواكشو فهمت وتشوف فينا شيء يا أخي ما يصح فهمت شيء كل حد يقبل رواية إني تقيس الخضرة تجبر واحد يتشبشب على واحد تقيس الحوت تجبر واحد يخرمس واحد شيء قاع من الأمور ما تعرف قاعهم وشنو ونحن نعرف أنه معنا في دول مهاجرين أنا نقولها انطلاقا منهم اللي 5 سنوات أنا دور مهاجر ومستعد للهجرة أي وقت يقير كافيني من إفريقيا دولتي يوم اللي لا الحق بين إذا كامل بعد عليه إفريقيا ما هو دولتنا وحد يقير تتقدم يا أخي خرص ماكي صال
يدش المترو نحن ندش نوداع. يوبي يوبي ما كيصلي يدش المترو نحن ندش نوداع عوجة ونتخرص قاع المقاول اللي يبنيها الشيف. ذيك الدقيقة لا مخليها لك يجازيك بالخير وخير كبيرة. سلم لي على مونبيت فرير عبد الله هذي بيقع البارح. ايوا سي مرحبا بيك. اوكي دريايا مرحبا. الله 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 جماعة بارتاجوا لا فيديو بارتاجوا نختار نشوف ياسر من البارتاج ونتأكد عن ذا الحد بليدة بعيدة وعنه والحد البليدة اللي يعطيه بليدة ماكم معدينه ليانا معدينه لكم انتوما معدينه لموريتان. نحن ما أنا قاعدين هون نتكلم وياك نختاروا نتكلموا نحن الوقت اللي قاعدين هون نتكلموا قسما على من بالله اللي مفردين فيه ياسر من الدولار يا غالبين عزة موريتان ومصلحة موريتان نختاروا نتكلموا نختاروا للي نقولوا نحن واللي تقولوا انتوما يشاف وينسمع ويعرفوا عن الشباب ماثلة شباب ماثلة بأي طريقة قابل هذه الفوضى اللي خارجة في دول معنى عنا لا بدال انتموا نتكلموا دائما ويعرفوا الناس عن هون في شباب يتكلم هون في شباب يتكلم وشباب ماثلة قابل وشباب هاموا عنه يساهم في بناء دولته وشباب هم انه تم اللي سرق قالوا انت سرقت ومرق سريكتك واللي ناف قالوا انت هي انت منافقي وسيسباني وجوجو ده كامل هم قاعدين قال لا من هون من الفيسبوك لان الفيسبوك هو اخطر شيء اليوم يخافوا منه الدوله الموريتانيه ولا سامعيني كلامي سامعينه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حسن. يوبي. كما باتي موشا. كما تيوبا. ما شرح. كما تيوبا. ما رمو. ودقا كوني ودقا جورا. أما هو. باندرابي ونشال منام. أنغولابي. مبوكي مانجلين ديندوي ديلين غرام. يملي فاي. مانجي دقلوس واتساب كاسيون. يوبي. Bom, questão bi moy ya tay yalla def ñu jox li nga xamanteni mi tuddu Facebook te Facebook dafa doon plateforme nga xamanteni ci aduna bi yef fo mu ti dem ci aduna yalla dafa def day sulli ay mbotu gaay tay lo wax ci Facebook dang kay gis dang kay deg tay so amé sa Facebook té nga am nga by any chance que président de la République Mohamed Cheikh Azoua mi ngi tok di déglu sa message yow lokay wax. Assalamu alaykoum wa rahmatoullah. Youpi ana gmelni message nana Tupac min meshi Mohamed Wali Cheikh Azouane limada mala yelli ana وصوله هو للحكم ماني قايل عنه وصول بانتخابات نزيهة أولا زين ولين تلت تسولني عن ذلي واقع في البرنامج الموريتاني هو البرنامج من زارق له من مصوت له نيني أود الشعب الموريتاني ما يخرص من لا يمثله الصبح في البرلمان بويبتو يجبر شي من الشعراء وشي من الصفاق وشي من الناس اللي بلا حنوك قاعدين في البرلمان الموريتاني الله يلحق وبويبتو فطن يجبر رئيس سارق شفت هذا البوين عاد فيه أصابه وبويبتو يجبر رئيس سارق شوف نحن ما نقدو نقولوا عن محمد ول عبد العزيز انهب اموال الدوله وهو اصحاب له رجاج بالدوله الموريتانيه كان محمد ول الشيخ القزواني ونزهو ذاك من ذوك الاموال اذا ما يقدي صح زين حتى قالوا لك دي مواتون ناميج تديري كيتي كيتي ما يا ان بروبليم ان موريتاني كي فوكو
on le sache tous, il faut qu'on soit conscient de ce problème. Que les dirigeants mauritaniens n'ont pas peur du peuple mauritanien. Au contraire, ils ont peur d'une secte qu'ils ont entre eux. Et cette secte-là, c'est elle qui décide de qui sera président demain ou pas. Et c'est ce qui a créé ce problème entre ce bras de fer entre Mohamed Ould Abdelaziz et Mohamed Ould Cheikh Ghazouani. Et je regrette, gars, qu'il porte le nom de Mohamed. Si vraiment ce nom-là, on le donnait par critère humain de l'homme, personne d'eux ne pourrait porter ce nom. Moi, ce que j'ai à dire, na kono Mauritanie remunya dengani ada kaya aku munyi ana tu ti o jamane nga ser suranta ya surondini o halle an katana surondini du dengani oranta ya surondini ti kumuna hiqnu bega o kani barken ti da alla ma barke bagi donc o suku na fonte siki meya o suraqe o hardane o olho o soninke, o hulle, on a ke système gadja. Tant que système ke gama bugunonga, hay bana rantay nyana. Bandirabe, message mon jogim ko pour men enen bandirabe. Bandirabe, dental woni dole. Tant que en dendenani hakilaji men, en bauko men, e dole men, pour outud o de système, dirige de en gile 1960, hanyalo mahande, ngande koy, ma word ko maha me wana lady ma hete ko société en der lady te ko on société tan wawa dirige de en tant que en tel en gitani les racines tant que en tajani leso donc mbokki nañu baye xel ci suñu bop xamni luñuy dal Mauritanie ñun ñoko mëna safar lo suñu bop mais tant que dindi wuñu souf si bobop bi moy système bu fu nek depuis 1960 tant que dindi wuñu système bi mu dem mom ak mentalité am dañu tabax duñu duma wax ni duñu tabax dara mais dañu tabax li nga xamni du rew bu nga xamni day mujjo wala day am avenir li lay ngul kum huwa li gitt bi lu waq la xare anna nahna ash-sha'b al-mauritani ma dimna ma vitna shit ma'na وقلنا عنا ومحينا لار فدنا ذو الناس اللي هم اللي أمر الوطن بين يديهم بدون انتخابنا وبدون يسولونا وبدون احترامهم لنا لما نقبض النخبة كاملة بصيفة عامة ووزراها ومدراها ونحطهم عنا اللورة ونرجعوا نطرحوا تأسيس جديد لهذا البلاد عرفوا عنا دار نبنو ماني لا نقول عنا ما لا نبنو شيء قاردون نبنو رواية أخرى ما هي دولة بين دولة ما تقد أود مبنية للكذب والنفاق فهمتي ومن رأى منكم منكرا فليغيره يا الناس ارفعوا عن رئيس الجمهورية لن ينتخب بالكذب ونسكتوا نحن عنه ولا نوقف ونظاهر ونقول عنه كذب أصبحنا نحن ديزاسوسيا عسي مانصوص Vous comprenez? Oui. Donc, je ne veux pas prendre tout ton temps, mon cher. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Merci. Et c'est, je te dis une chose. C'est la première fois dans ma vie que je participe dans un live. Ça me fait plaisir. Je l'ai fait parce que tu vas droit au but. Et continue dans ce sens-là. Et merci pour ton soutien pour la République. Merci beaucoup, Hassan. Ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. Merci beaucoup. Inch'Allah, le reste, le meilleur est à venir. Inch'Allah. Merci pour ce beau discours et ce beau message. Merci. Merci. L'Albi. L'Albi, Rani Gbartak. Il y a la Panama. Non.
الو 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 العلبي ده ما كاسك. الو الو بسم الله بسم الله دكتور فايندي. أو السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه مشيت لك مساج. انا ساهي قاعد ذاك ساكني مشيت لك. ياك لباس. صافا انتو فاهمين الحمد لله. ايوه انقباري موريتاني اللمه. جم جم. او ياك لباس. بندرابي ساهي لابي يو بي فيسبوك. سامن بوكي رجل دمي نكا عفاري ماني ماني سامن مساج تي بريزيدان بي نجيني تي ناجبي داكي نكتب لك دناري هذا رئيس يا الله يوخذ الشمس شوي نجيني تي ناجبي شوف 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 عبدين اها دورك تعتبر لك عنه هو قاعد يصنت لك وتخلي عنك ذاك الجانب الفكاهي يعني انا عارفك اوكي وتعطيه. الو بسم الله بسم الله دكتور فايندي. او السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه مشيت لك مساج. انا ساهي قاعد ذاك ساكني مشيت لك. ياك لباس. صافا انتو فاهمين الحمد لله. ايوه انقباري موريتاني اللمه. جم جم. او ياك لباس. بندرابي ساهي لابي يو بي فيسبوك. سامن بوكي رجل دمي نكا عفاري ماني ماني سامن مساج تي بريزيدان بي نجيني تي ناجبي داكي نكتب لك دناري هذا رئيس يا الله يوخذ الشمس شوي نجيني تي ناجبي شوف 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 عبدين اها دورك تعتبر ذاك عنه هو قاعد يصنت لك وتخلي عنك ذاك الجانب الفكاهي يعني انا عارفك اوكي وتعطيه وتقول له رساله ذيك هي جايه عابدين بون شفت يوبي كامين فروم ذا بارم اوكي انت رايت فرصه من عابدين يعود سريع هذيك حرفه انا بيرسونال ما شت عزيز غزواني والله سيلوي كي بريزيد لا موريتاني ذو لي 3 4 ديسيني الفايتات Ce sont des gens, moi j'ai mis Vegas, ce sont des gens qui viennent de la Mauritanie. Maintenant, ils savent la situation de la Mauritanie. Nous, ils sont tous les Mauritaniens, tous les gens qui savent, ils ont été terminés dans le lycée. Maintenant, nous savons, nous savons la vie, nous savons ce qui est le cas. À la fin, Dieu est le plus grand, nous savons, nous savons ce qui est le cas. Nous savons, nous savons le général, nous savons le président, nous savons qui nous savons. شورا هلو يقرا في ليسيز مواكشور ونين تخرج صنادره وكادانس اللي خارج باركور كومبوتان خارج في صنادره كامله فاهم دونك ليه عندنا احنا نعرفه معناه انه هو يعرف نو بروبليم يا قير احنا الموريتاني كيما انا مشجع للاخ اللي كان يتكلم حالا سابقين اللي يتكلم باللهجات الوطنيه كامله احنا فعلا فعلا عانوا مشين قالوا البن عمى على خارزه يابسه احنا للاسف مشينا من البوادي ومشينا من القرى بعقليه اهل الباديه وجبناها للدشره وعند الاهل بنو دشره ببلاد اهل الباديه. موريتاني احنا ذا فيها كامل نعرفه وذا فيها من الصرق نعرفه وذا الخراب الموجود في الاداره الموريتانيه نعرفه فعلا مشكله ما هي مسكيت المينستر تبدلوا اليوم الصبح هو هي موريتاني عاد دي مافيا. سافرين مشكله اداره عاد مشكله اداره دي مافيا ومستفاده كامله وعايشه كامله وتفريكها بحرفته هو فعلا غزواني قال رواية نهارات وعدل هالسو سيستم قال أوكي أنا كل وزير أراني عاطيه وزارته يتصرف فيها كيف ما كان يقال تاركاتي يوبي لين أعطيك أنا الصبح تمانج ستور ولا تمانج شركة ولا تمانج رواية أول شيء لا يتعدلوا بعد قاع أنت بيرسونال ما لا يدير البيرسونال اللي قد إمبليمانتي تلفزيون هذا هو أضعفه الإيمان اللي أقول لي أنا من الساعة اللي جات غزواني وجات حكوماته من درا كان المينستر عنده لوتوريتي دو شونجي سلوبي اللي يلحق قدامه هو فهم فعلا دي بلانتون كي سون بلي بويسان كان مينيستر
فهم ماذا نمد موريتاني مشكلته مشكلة الكفاءات هذه وضعيته يعني تخرصت شفاك وتبحر رواية كوماتيشي يقال قضية قضية كفاءات وتو كيف قالك الطفل قبيل كيف مدى تعدر قدرهم وهي ما زالت لا يدير تحت عقب التيوات it don't make sense يعني رواية ما يعني ما يلحقها الجهل ولا يلحقها الغباء ولا يلحقها شيء احنا عندنا مشكلة مسألتين واحدة مشكلة كفاءات المشكلة الثانية البن عمع على خرزة يابسة أنا التيوبي غريبي والله من منطقتي والله الداخل يا قباطي مدينة إير إنين يسميك أنا قاعد أرك نجي على راسه ما أعرف قاعد ليش وأنا الباني مستفاد منه سبة واحدة وأنا دفاعي عنك فيه لي الضرر أنا خسرت موريتانيا ضارتنا كاملين إصلاح موريتانيا نافعنا كاملين أنت أرك أنا قاعد هون تشتغل تقوم بدور الدولة الموريتانية في خيمة أهلك تشتغل تو جابز إياك تنفق على أهلك إلا تصلح موريتانيا إلا تستراح أنت ولا يصيب النفسك وذا الوقت اللي مخصر حالا أنت تقريبا مينيموم ويج في البلد اللي فيها دور تعود 14 دولار راعي قاعد هون مخصر ساعة ولا ساعتين من حياتك من أجل هذا الوطن في خسارة واحدين أخرين هكرا وماشين يبطشوه موريتانيا معناها نحن مصلحة موريتانيا مصلحتنا كاملة ثانيا فما طفلنا يجاوبوا يقالوا فرانسوا يقولنا نحن عن اون كريتيك اون كريتيك مي اون دو با دو سوليسيون حنا سيكو اون ان ترين دو فير سي لا سوليسيون لان نحن دور 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 نطلع راسي ثاني هو احنا هو رجاش هو رجاش ما يشعر بالمردة خاسره لا بد تفهموا انه خاسر هو رجاش جبته من الباديه نعطيك مثال هما لي تينيزيان واركاتي ان كوب دافريك لي تينيزيان زي كومبلاين قال دوتشي اللي ساكنين فيه عنه ما هو على المستوى بينما الموريتاني درعوا ذاك الوتيل عندهم سيدلور هو حد جاي من سينكيام ولا سيزيام ولا مدينة إير دخلتوا في النوتيل ما سيدلور بلوي احنا هؤلاء المواطنين بالنسبة لهم جاي من البوادي كان واحد منهم يتكيل تدفره والله على خبطة لكن ينجبر مطلع من ويت في عرفات وطشة من ياي بوي هذا بالنسبة له الجنة وانا كذا بدي توعي ذو المواطنين توعيهم بعد قاع على ذلك قالهم عقب ذاك تعود تجيب لي سوليسيون سوليسيون هو واحد ما يشعر يعني ما هو يشعر انه مريض بس الحين لا يتعالج ولا بعد يقنعوا انه مريض ميرسي عابدين ميرسي اوكي يا مرحبتي جزاك الله خير فرانسوا il faut appeler dans notre bloc encore une fois لا ينوفي اللي كان يقول عابدين نحن on n'est pas en train de critiquer Non, loin de là. Nous, on est en train de changer les mentalités. نحن اللي واحدين فيه شي قالوا تغيير العقليات. ده هو اللي اختاروا نحن نعدلوا في موريتانيا. بلي لين تغيروا العقليات كامل يعود يعرف الرجاج عنه هو لين يتكلم موريتان عنه يعطوا يتكلم لأنه واحد من الموريتان. عنك لين ينعطى لك الضوء. ولا ينطالك الماء أن إياتك ينعطالك بك لنت تخلص الضوء والماء وأنك إليه تتكلم للرئيس تقوله عنه عد رواية ما يعطي عد رواية عد إياتك تتكلم لأنك تساهم في الإخلاص اللي ينعطاله اللي عايش به ما نمكنتكي نحن نعدلو شي قالوا تغيير العقليات on change les mentalités mais c'est comme ça الدول وكل شي بالشو الثورة تعدل بتغيير العقليات الدولة تعدل بتغيير العقليات نصوحة تعدل بتغيير ما بدي شيء ما يسبقه تغيير العقليات أنا عن يجد يشوف رجاج عن هذا أنه النقد يقال نقد ساسو ينقال له تغيير العقليات نقد إيجابي نحن كنا يجد قعد انا يعلم مولانا وهو اكبر الشاهدين عليا السلام عليكم يوبي شكرا لكم الخمس دقائق اللي طلبتها انا تفضل راي نسلم لي ناس كاملين اللي سيفوا لي لايف دونك فوالا نتكلم نام اون انفف ان جورام ان بلتنام بعد هذا يبدو لايف افك ما أعرف كان لا يتكلم بالفرنسية ولا كان لا يتكلم بالحسنية يا جميلة الاختيار عن point
dans ce live que je fais, il n'y a pas de, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas, ok, je dois parler. Tu parles là où tu te sens mieux. La langue où tu te sens mieux, la langue où tu peux avec véhiculer le mieux de le message le plus correct. Donc tu parles ce que tu veux, ce que tu as envie de parler. Ouais, exactement. Bon, merci beaucoup. Là, بعد لا نخلط كنت نختار قاع جو مي سامي ان بولار مي لا نتخلط الفرنسيه مع الحساني كان ناس يفهموني باسكو لي جان كي بار بولار لا ماجوريتي يكومبرن لي فرونسي اي لي جان كي كان جو بار حساني سيرتان فو مي كومبران بون جو جيس بارلي ا بروبو دي جو كومونسي بار مون فرير كي فيان جيس دي كيتي il a dit que nous on critique. J'ai dit ça la dernière fois quand j'ai participé dans les lives. Critique que nous sommes en train de faire, c'est un critique positif. Critiquer ne veut pas dire qu'on n'aime pas la Mauritanie. Loin de là. Si il y a quelqu'un qui ne critique pas son pays positivement, c'est lui qui n'aime pas son pays. Si on critique aujourd'hui la Mauritanie, la situation actuelle dans laquelle nous vivons aujourd'hui, ou bien si vous voulez, de 1960 jusqu'à 2022, de nos jours, la situation elle n'a pas changé. Si on ne critique pas, c'est que nous sommes des hypocrites ou bien on n'aime pas la Mauritanie. Puisque qu'on se dise la vérité, حب الوطن من الإيمان. نحن موريتاني ما نم critiquer لأنها ما نبقوها عفواً. كامل نبقوا موريتاني. ترى جاش حتى نتعود في القدار. بوك وامك يشوفك تعدل شيء من 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 ديزاكت. فوالا. شي الأشياء شي الأمور تعدلهم. ما يكريتيكوك يقولوا لك شيء مرات يسككوا فيك ما لان هما يبقوك يقولوا لك لانك تتغير انت من راسك يدوروا منك التغيير يدوروا منك تقدم ذاك اللي الافضل اللي تقد يعرف لانك تقد تعدل ياك تقدم نحن ولكن نعرفوا موريتاني تقد تعود في افضل الحالات اللي فيها حاليا ان كريتيكو سي كون كريتيك دان 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 لو بون كوتي سي ان كريتيك بوزيتيف كوم جي فيان دو دير سي با باسكو ان نيم با لا موريتاني. Aujourd'hui, quand dans les réseaux sociaux, on voit que s'il y a certaines personnes qui critiquent la Mauritanie, tu vois un autre Mauritanien qui va venir et qui le soulève en disant que bah non, quittez le pays si vous critiquez. On critique, bah on n'a pas le droit de critiquer. S'il y a quelque chose qu'on apprécie vraiment, on va dire haut et fort. Moi, j'aime pas Kazouani. Pas sa personne. C'est sa manière de faire la politique. D'ailleurs, même, j'ai jamais soutenu le régime militaire. Mais qu'on se dise la vérité. Si Kazouani fait quelque chose que j'aime et que j'apprécie, je vais dire haut et fort que Kazouani a fait quelque chose de bien. Et s'il n'a pas fait quelque chose de bien, je ne veux pas avoir peur de dire qu'il n'a pas fait quelque chose de bien. Had insan la ta'oud munafiq. Mauritani, c'est ça notre problème. Les hypocrites sont nombreux, malheureusement. La dernière fois, j'ai dit ça ici, il y a des gens qui ont signalé mon compte. J'étais banni du Facebook pendant une semaine. J'ai dit que la Mauritanie... Ici, dans mon live, moi. Bon, je ne sais pas si tu te souviens, la dernière fois avant que je participe, j'ai juste envoyé un commentaire en disant qu'en Mauritanie, les hypocrites, malheureusement, sont nombreux et tout. Il y a eu des gens qui ont signalé mon commentaire et tout, donc voilà. C'est ça le problème. Nous, on ne critique pas la Mauritanie. Aujourd'hui, si on n'a pas la Mauritanie, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui à part la Mauritanie? Qu'est-ce que nous avons? Oui. Mais malheureusement, on n'a pas la Mauritanie que nous voulons. Nous voulons une Mauritanie, vraiment une Mauritanie que nous rêvons tant depuis que nos grands-pères rêvaient. Mais malheureusement, cette Mauritanie, elle n'est pas là aujourd'hui. La discrimination, le racisme, l'esclavage et beaucoup d'autres choses. Vous savez, dans un pays, si on nie la vérité, on nie les choses qui existent dans un pays, on creuse, on refuse de faire sortir la réalité ou bien les réalités pour trouver des solutions, ce pays ne va jamais avancer. لان نقول بالحسانية الحق منين حد يجهر ويردمه لا سوليسيون الحل ما تنجبر والدولة ما تتقدم مشكلتنا رايها اليوم منين نقول انا موريتاني متحاكمين وعشر رواقيش مبروفيتين فيها والاخرين قاعدين انا ورك نتكلم العنصرية لا تديروا في عقلكم الى العنصرية خالق توف في ناهية في اللون هون وحدين يلا لي من البيضان ما عندهم شيء ياكلوا مين تقداوا ما عندهم باش عشاو بيها ميم شوز بور لي بيل ميم شوز بور لي سونيكي ميم شوز دونك
L'injustice qu'on est en train de combattre, ce n'est pas l'injustice seulement d'une seule communauté ou bien d'un seul côté, en fait. C'est l'injustice qui se passe partout. Mais Na'ma, il est Birmugrain. C'est l'injustice que, que les Mauritaniens subissent. On n'a pas les mêmes pieds d'égalité. واحد من ديبوسات حالاً ينجي قدام واحد من ولاد السباع عنده بليس دي شانس اكتيالمان كواحد من ولاد السباع بأنه متحاكم من الدولة حالياً ساعتي وسي ليكا كان ولاد السباع متحاكم من الدولة الدولة ان تعود حاكمينه قبيلة ولا تعود حاكمينه جهة ما تتقدم أموري تاني مشكلتنا مشكلة الجهة ومشكلة قبيلة ما في البيضان ولا في الفلان ولا في السوانيكا ذي المجتمعات الموريتاني كامل أول شيء سووا لك السؤال يطرق إليك موريتانيين أنت من أي جهة إذا واحد من هالشارق إذا من القبلة إذا واحد من والله نعرفه يا أخو لا سنسا توسكي أمبرت سيدتر أموريتانيا أنا وارك يوم هون في رواندا رواندا خلق فيها خلق فيها حرب ما باقي حد ما 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 شاء ذاك الحرب فيلم ولا ما نعرف ولا ما أقرأ التاريخ اللي خلق في رواندا يقارنين قعدوا أرجو أنهم منين يبقوا في الجهة وفي القبلية ما يتقدموا مش عدلوا قول قالوا ألان أي رجاش يقول ألان أنت من ذا الجهة ولا من ذا قبيلة لا يتنحبس لا يتنحبس واحدين واللي انكتلوا هون شعدلوا ذاك اللي كانوا مقتولين وذاك اللي كانوا تقدر جبارهم واحد هو واحد والمزال حي فيهلو الأخرين كاملين انكتلوا يقال شي يقول لك قول أنا ذا ما تري مهم عندي إذا خلق ياك اللي خلق خلق تخطى في الماضي ونحن وارك عايشين دولة تونغاكن ينشي تشوفوا دولة متقدمة رقاش ما تسولوهن رواندا ما تقدر تسولوهن رقاش هو قال رقاش من رأسه ولا يفقع عليك سابق يقولها الحكومة هو ولا يفقع عليك يقول لك لأنك أنت موجب تسولني أنا رواندي رواندي فقط لا تسولني كاني من ذا الجهة ولا من ذا الجهة موريتاني ناس واحلين فيها ذا والعمي من ذا والعمك من جهة والعمك من قبيلة خلونا ذا رجاج يعرف شيء ميريتي حق ونعطاه له نحن طعنا مولانش ما وطاه ياسر من الدول نحن واركف بين نور أفريك من بين وست أفريك وعندنا 4 اتني وبين 5 واني 4 مليون dans un pays la superficie de la Mauritanie c'est 1 million et quelques c'est une chance que nous avons mais elle est où c'est à nous d'en profiter malheureusement on n'a pas profité de cette chance Et le gouvernement est là en train de nous diviser. Les gens qui parlent de l'Aboudia, qui parlent de l'Ansouria, qui parlent de Kamil, qui parlent de Bilan. Les gens qui parlent de ces gens qui parlent de 1960 à 2022, on voit la réalité de ce qui se passe en Mauritanie. On voit la réalité malheureusement. Et après, je suis en train de vous dire, je suis en train de vous dire, الجهة والقبيلة ما عندي فيها استدير سا كونت با شي موا توس كي كونت شي موا سي دترا موريتانيا يعملت عود من قديماقا يعملت عود من عطار يعملت عود من ترارزا يعملت عود من بيرموغرين يعملت عود من نواديبو في اي بلد من موريتانيا شندورو نتحدوا نتضامنوا كاملين كموريتانيين نبنوا وطننا كوطن كباقي الوطن سنغال يكيه ماشي متقدمه نحن يا كل طاني مولانا انا ورك راني قاعد هون الحمد لله رب العالمين حصاني يتكلموا ما انا متضرع او ما متضرعني بيضانيه غير عندي خالات وعندي عمات من البيضان نتكلم الحصانيه والله اللي قسما بالله العلي العظيم ما انا متذكر في اي سنه كنت نتكلم حصاني متعلم وما نعرف كل واحد منين كبر شر من دار اهله يتعلم وذا ينعطلوا ألن العرض موريتانيا قالي إليها وموريتانيا ما فيها أي جهة ولا فيها قبيلة ما نقول لها قبيلة تقع واحدين كبروا هون في رواندا ورك رواندا الشاشري اللي خلاق من هون ما يعرفوا قبائلهم ما يعرفوا يقرف موريتانيا من سابق لان انت عد عندك سنتين نقول لك انت من واحد من ذا أنك ذوك معلمين لا تتم تصدر معاهم لا تمشي معاهم أنك ذوك ما هم صحابك وانت من خيمة كبيرة لا تقيس معهم ذي كامل سمعناها سيل بو بري اريتون اريتون سي اون كريتيك سكون كريتيك بور لي بيان دو نوتر بيي اون كريتيك با بور لي مالير دي لا موريتاني نو زيمو لا موريتاني بليس كو تول موند اوجوردي فوالا يا بوكو دي جان كي بارتاج لا فالير دي لا موريتاني يا بوكو دي جان كي بورت او اي فور لي درابو دي لا موريتاني اي دون سي جان لا افانسون افيك اون ان 2022
1960 60 61 عام ما عدلنا ذي هالشيء. ذي حشم كوطن ما عدلنا ذي هالشيء. نواكشوط كعاصمة انت تشوفه قاعد تبكي. شي عندنا ياسر من ضروات عندنا غير واحدين يقعدوا جيعانين ما عندهم شيء ياكلوا، ويجيكم واحد يكذب عليكم، واحد من السياسيين يكذب عليكم تختاروها من واحد يقول لكم الحق وقاعد ما عنده شيء. مو جي جامي سوتيني كالكان دان لا بوليتيك. La première personne que j'ai soutenue, et malheureusement, bon, je ne regrette pas, c'est mon choix, hein? Je ne regrette pas parce que j'assume mon choix, c'est Biram Dah Abed, mais ce que je vois actuellement, ça n'engage que lui. Ça a toujours été comme ça la politique. Mais moi, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que je me suis dit? Tout ce qui compte pour moi, c'est la Mauritanie. Je n'ai pas de parti politique, je n'ai aucun parti politique, parce que pour moi, un parti politique en Mauritanie, je ne vois pas un parti politique qui est prêt encore pour les changements et tout. Peut-être que les gens diront, c'est mon point de vue, hein, je m'en fous. Les gens diront que voilà, ça existe, ça, c'est vos points de vue. Mais pour moi, qu'est-ce qui existe? Actuellement, ce qui compte chez moi est Chebab le Mauritani, la jeunesse mauritanienne. Et voyons-nous, soyons conscients. Nous voulons une génération qui est consciente. Les changements, c'est dans nos mains. Azwani, il a fait 50 ans, il a fait 50 ans, il a fait 50 ans, il a fait وياك اللي كانوا هون سابقين عزيز خلصوا بالمنين هم وارك اليوم ماتوا هون. دونك سا سي نو لا موريتاني سي نو و arrêtons l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie qui nous empêche d'avancer, même dans nos maisons, même dans nos familles. C'est l'hypocrisie qui nous empêche d'avancer. تشوف واحد عنده الحق وقف معاها الحق وقف معاها ما عنده الحق خليه عنك، يعمل عدو لعمك خليه عنك بأنه ما عنده الحق. يا قير نحن مشكلتنا دي شوز قبيلة جهة ما هم من البيضان ولا هم من البلان ولا هم من سوانيكا ولا هم من أي. نحن كاملين تكلموا بك عن اللغة عرب فرنسي، ناس واحدين رواندا هون ما تكلموا قابل الفرنسية ولا بالإنجليزية، استخدموا رامبلاساو الإنجليزية رامبلاساو الفرنسية بالإنجليزية. يقير تكلموا بلغتهم كينيا رواندا، اشتغلوا بيها متقدمين. نحن نتقدم نتكلموا قبل حد ثانية، نين توافقوا، نين توافقوا، نحن نعود مالنا منافقين نعرفهم بيناتنا. والله اللي زين عندنا قاعد نستخدموا الحسانية ونتكلموا لغاتنا الأخرين، ولا نستخدموا بولار نتكلموا لغاتنا الأخرين. سنة قال يكي يتكلم ولف، يكي يتكلم ولف متقدمة. الجزائرية اللي تقولهم هو نحذانا نحن هم يتكلموا باش خلطوا لك فرنسية من الدارجة، لغة ما قطعتك مشكلة، خلوكم من التنافق. ناس يدوروكم ديفيزي بور ريني، يعطونا مشكلة نواحلوا فيها هم وهم يواحلوا هك، أزواني هك وواحد شي ما نعرفه هو شنو. دونك ميرسي بوكو، جي مسكيز ان فات يوبي جي بري بوكو دو طون تان، ان توكا جي مسكيز. جي فو تيرميني سمحوا لي كامل. هذا الكلام اللي قاله السيد ما عندي بناس تبين واحد. Bien, bien. Donc, je m'excuse, franchement. Merci beaucoup. Merci pour ton beau discours. De rien, on est ensemble. Merci. Ce que tu fais, c'est vraiment merci bon. Yalit Adel, Wallah, le Zain. Partagez ce qu'il fait merci chaque beaucoup. Dimanche. Partagez ce qu'il fait. C'est ici, le changement peut même commencer par là. C'est merci un bon. Partagez. En tout cas, merci beaucoup, frérot.